مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي من الفضائية التشادية. زار صباح اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو السد المائي الواقع بمركز إداري كورياري، وتأتي زيارة رئيس الجمهورية لهذا السد أثناء إقامته بأمس جرس، حيث راقب رئيس الجمهورية أن هذا السد لم يشتغل استغلاله من قبل المواطنين. نتابع تفاصيل الزيارة مع الزميل أرشد حسن طه. هذا السد الكبير الذي بناه فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو قبل 15 عاما لم يستغله من يسكنون حوله ليستفيدوا من خيراته. هذا السد الذي يوجد بمركز إداري كالياري الواقع على بعد 45 كيلومترا من مدينة أم جرس، زاره هذا الأحد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي استقبل أثناء وصوله من قبل المسؤولين الإداريين بإقليم إنيدي شرق. هذا السد قد أصبح اليوم منبع خير للإنسان والحيوان ولمن يسكنون هذه المنطقة الحدودية تشاديين كانوا أم سودانيين، إلا أنه لم يستغل بالصورة المطلوبة رغم أنه يساهم في تحسين مستوى المعيشة للسكان في المنطقة ويخلق فرص عمل واستثمارات جديدة. كما ترون اليوم هنا أصبح السد بحيرة جاهزة، وهذه البحيرة أبدا لم تستغل من قبل السكان الذين يسكنون حواليها والشباب الذين لهم إبداع في هذا المجال، بالإضافة إلى كثرة المياه ووجود البهائم حولها. وعموما فإن التشاديين ورجال الأعمال المبدعين استطاعوا إنشاء مشروع حقل زراعي ضخم. هذا المشروع يسمح للمواطنين العمل وزراعة مكثفة لتحسين حياتهم وتربية مواشيهم، ليسمح للسكان بالإقليم الذين هم من الرحل لإيجاد العمل محليا والقيمة جيدة. كما زار فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مشروع الحقل الزراعي الذي أنشأه أبناء المنطقة بهذا السد بمساحة تقدر بحوالي 300 هكتار، وبه أدوات للري بالإضافة إلى مشروع 1 مليون شتلة خصصت للتصدي للزحف الصحراوي وتغذية البهائم، وتشجيعا للعاملين بالحقل وتوضيحا لجميع التشاديين شعبا وحكومة للاهتمام بحماية البيئة. فقد قام فخامة رئيس الجمهورية بغرز شتلة. هذا المشروع هو مشروع طاقة مائية متعددة الأغراض لري الأراضي الزراعية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بالمدينة والقرى المجاورة لها. ومن منطلق حبه وتألقه بالبيئة، فقد أسس فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو حقلا بأم جرس واحد يحمل كل أنواع وصفات المزرعة الحديثة، حيث توجد به مختلف أنواع الفواكه والخضروات، منها ما قد أينع ومنها ما تم أن يقتطف. ومن هنا نستطيع القول بأن فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يعتبر مثلا يقتدى به في حماية البيئة. وعقب الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى السد المائي والمزرعة الخاصة بمواطني المنطقة، صرح رئيس الجمهورية بالتالي، نستمع إليه بترجمة رشاد حسن طه. نجد هنا 1 مليون شتلة من الأشجار الشوكية المحلية الملائمة مع المنطقة، وهي متواجدة وتتواجد أيضا. ومن هنا أريد أن أشجع هذا التجمع الذي قام بهذا الدور الإبداعي والذي يناضل من ناحية ضد الزحف الصحراوي، ومن ناحية أخرى يثمر ليغذي البهائم بالإقليم. وأنا اليوم سعيد لقيامي بهذه الزيارة وأشكر كل من قام بهذا المشروع وأشجعه. وأريد أن أقول وألفت انتباه الوزير وزير البيئة في أن الأسبوع الوطني للشجرة الذي ينظم لم يتابع ولم يأتي بنتائج، والأمور واضحة هنا. إذن يجب العمل والسعي من أجل المجيء إلى كالياري شهر يوليو خلال الأسبوع للقيام بغرس هذه الشتلات 1 مليون، وهي ليست بعيدة من هذه البحيرة فقط في حواليها، ويعنى بها فقط 4 إلى 5 أشهر
وأطالبهم بالمجيء هنا وأخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل أن يكون الأسبوع في كالياري. وأيضا في الأخبار الرئاسية، رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو يلتقي بالشيوخ التقليديين بمدينة أم جرس لمناقشة الأوضاع الإقليم وخاصة المسائل الأمنية، مع الزميل رشاد حسن طه. احترام قوانين الدولة وتطبيقها ونشر ثقافة السلام وتفعيل التعايش السلمي في أوساط المجتمع هو هدف اللقاء الذي جمع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو مع رجال السلطة التقليدية لإقليم إنادي الشرق. اللقاء الذي حضره حاكم إقليم إنادي وجه فيه فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو عناية الشيوخ التقليديين على الاهتمام بتوعية المواطنين حول أهمية الجمهورية الرابعة التي أعطتهم مكانة تسمح لهم بالعمل والتعاون المباشر مع السلطات الإدارية، كما حثهم على السعي لتفادي العقبات والتصدي لكل أنواع الجريمة. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو شدد خلال اللقاء عن المساواة والعدالة الاجتماعية واحترام القوانين وبنود الدستور والسلم الإداري حسب ما صرح به حاكم إقليم إنادي الشرق تجن إيديبي. لما أنا مع رئيس الجمهورية حجينا وريانتاسيون أنتانا في فورم البيجي في جمانة يوم 20 لـ 27 شهر 4، وبعدين همية أنا الشيف تراديشنال والشيف أنت مسؤولية كامل للغوبرنير، شيل مسؤوليتك عشان إدارة يمشي قدام وناس يطبق القانون أنا الدولة، وشيف تراديشنال يشيل مسؤوليتهم مع إدارة عشان يسوي شريعة عديل نظام عديل وشعبهم يدرسوا و يوطوا يعني درابو أنا جات في قدام بيوتهم وشغل لكم هم فاتام يودوا كلام ده في محكمة في جستيس. بدورهم أكد الشيوخ التقليديين تجديد ثقتهم ونيتهم للعمل وتطبيق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو الرامية إلى تنظيمهم وتوجيههم لأداء واجبهم المنوط بهم. ترأس صباح اليوم النائب الأول في الجمعية الوطنية موسى خدام الجلسة العادية لدراسة مشروعي قانون يقضي بمحاربة تجارة البشر والآخر يقضي بإنشاء صندوق للاستثمار ووضع استراتيجية بوزارتي العدل والمالية والميزانية. تفاصيل لدى بحر الدين عبد الشافي. مشروع قانون يقضي بالمصادقة منع الاتجار بالبشر واستقلال الأطفال في جمهورية تشاد، وكذا مشروع قانون يقضي بالمصادقة لإنشاء صندوق الاستثمار والاستراتيجية الوطنية في تشاد. هذا وقد أشار وزير العدل وحامل الإخطام جمع عربي في عرضه للمشروع أمام نواب الجمعية الوطنية، بحيث أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لعرض مصادر التمويل ودعم المشاريع الاقتصادية التي تسهم في رفع مستوى الدخل العام. وقد تم مصادقة هذا المشروع بنسبة 142 صوتا من أعضاء الجمعية الوطنية مقابل واحد معترض. أما المشروع الثاني تم مناقشته ودراسة متكاملة من قبل نواب الجمعية الوطنية مبدعين روبتهم حول معرفة طرق الاستثمار لهذا المشروع، وقد رد عليها وزير المالية والميزانية أمام نواب الجمعية الوطنية، وتم موافقة هذا المشروع من قبل النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية موسى خدام، إلا أن التصويت لهذا المشروع لم يتم لعدم اكتمال النصاب. قدم صباح اليوم كل من سفير المملكة العربية السعودية جميل عبد الرحمن شيشة وسفير جمهورية بوركينا فاسو البروفيسور بنوا كامبو قدما أوراق اعتمادهما كسفراء فوق العادة لبلادهما في تشاد. استلم الأوراق وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والمغتربين الشريف محمد زين. تفاصيل لدى الزميل محمد عثمان بشير. تواصل تشاد في الحفاظ على دائرة علاقتها الدبلوماسية الأزلية مع مختلف بلدان العالم، حيث قدم هذه المرة السفير البوركيني الجديد لدى البلاد البروفيسور بنوا كامبو نسخة من أوراق اعتماده لوزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والمقتربين شريف محمد زين كسفير فوق العادة ومطلق الصلاحية لبلاده بوركينا فاسو لدى البلاد. السفير البوركيني الجديد الذي يتخذ من العاصمة أنجمين مقرا لإقامته
أكد بأن دوره كسفير لبلاده هو ترجمة سياسات قادة الدولتين في تعزيز وتقوية العلاقات الأزلية والتاريخية بين البلدين عبر تطوير أوجه التعاون في مجالات الزراعة، التجارة، التعليم العالي والبحث العلمي. المقابلة الثانية لوزير الشؤون الخارجية شريف محمد زين كانت مع السفير الجديد للمملكة العربية السعودية سعادة جميل عبد الرحمن شاشا، الذي قدم هو الآخر خلال هذه المقابلة نسخة من أوراق اعتماده كسفير معتمد فوق العادة ومطلق الصلاحية لبلاده المملكة العربية السعودية، حيث أكد السفير السعودي الجديد بأنه يحمل في جدول أعماله العديد من المشاريع التي ستساهم في تقوية العلاقات التاريخية بين بلاده المملكة العربية السعودية وتشاد. وناقشنا بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية ما بين البلدين، وإن شاء الله بمشيئة الله يعني حتكون هناك يعني تطور إن شاء الله ملحوظ إن شاء الله في العلاقات ما بين البلدين، ونتمنى لبلدينا الازدهار والرخاء. هذا ويتخذ سفير السعودي من العاصمة أنجمين مقرا لإقامته خلفا لسلفه فيصل بن مسلة المنديل. ترأس اليوم وزير المناجم والتطور الصناعي يوسف أبا صلاح ترأس حفل الانطلاقة الرسمي الأولى لمرحلة الأشغال بالمنطقة الصناعية لجرماي، وذلك بحضور سفير دولة الصين بتشاد ومسؤول شركة سوليكس الدولية المنفذة للمشروع. تفاصيل أحمد آدم محمد. بهذه المناسبة انطلقت المرحلة الأولى لأشغال المنطقة الصناعية لسوليكس الدولية بالجرماية، وهي الطرق والمنشآت الصناعية الأخرى إضافة إلى الوحدات الإدارية. أطلق العمل وزير المناجم والتطور الصناعي والتجارة والتطوير القطاع الخاص بحضور سفير الصين في تشاد. المشروع يدخل في إطار التعاون والعمل المشترك بين الصين وتشاد في قطاع الصناعة الذي عرف تطورا ملحوظا. مناسبة طغى عليها الجانب الخطابي الأول كان للمدير العام لسوليكس الدولية تشاد، الجهة المنفذة والمستثمرة في هذه المنطقة، وقال أن المشروع حيوي يتم من خلاله بناء المرحلة الأولى التي تضم الطرق. يأتي ذلك بناء على اتفاقية موقعة بين تشاد والشركة منذ العام 2010. أما السفير الصيني واي جي قال أن ما يشهده هذا القطاع الصناعي من تطور يأتي بفضل القيادتين في الصين وتشاد وتعليماتهما للوصول للأهداف المنشودة وخلق فرص للعمل. أما الوزير يوسف أبا صلاح وزير المناجم والتطور الصناعي ذكر الحضور بالاتفاقية الموقعة بين الحكومة والشركة سوليكس الدولية، وأن المشروع يضم وحدات صناعية مختلفة، وهذه الشراكة ترجم سياسة الحكومة في الجانب الصناعي والتطور القطاع الخاص بالبلاد والخطة التنموية للعام 2017-2021 ونظرة رئيس الجمهورية للعام 2030. من ذلك الحكومة تلتزم بتعهداتها لتوفير مناخ مناسب للعمل ونتائج لاحترام دفتر المحام للشركات المستثمرة في جميع النواحي. المنطقة الصناعية بجرماي تضم وحدات صناعية مختلفة تستثمر فيها شركات صينية جديدة تعمل في مجالات التعدين، البتروكيماويات وصناعة الجلود، وسوف تساهم في التطور الاقتصادي الاجتماعي لتشاد. قدمت يوم أمس أمينة الدولة في الخارجية قدمت التصريح الرسمي لفيدرالية الصينيين المقيمين في تشاد، وذلك لإطلاق نشاطها الرسمي. تفاصيل مرة أخرى مع الزميل أحمد آدم محمد. النشيد الوطني لكل من الصين وتشاد سبق الانطلاقة الرسمية لبدء عمل فيدرالية الصينيين المقيمين في تشاد. المناسبة تم فيها التسليم الرسمي لوثيقة مباشرة العمل للفيدرالية من قبل أمينة الدولة في الخارجية. هذا التصريح الصادر من الدولة التشادية يسمح لهذه الفيدرالية الوليدة التي تجمع كل الصينيين المقيمين في تشاد والتي تأسست بغرض لم شمل الصينيين المقيمين في تشاد والعمل من أجل صالح البلدين في جميع النواحي خاصة الاقتصادية. هذه الفيدرالية يتكون مكتبها من 9 أنفار برئاسة السيدة لي، والتي تحدثت لتثني على الجهد الذي قامت به السفارة الصينية والحكومة التشادية ومسؤولي الشركات العاملة بالبلاد، وقالت من ذلك هذا التجمع سيحترم قانون البلد العامل فيه وتلك لتساهم في التطور الاقتصادي بين البلدين.
أما المستشار الأول لسفارة الصين في تشاد وصف هذا اليوم بالتاريخي لأن العلاقات بين تشاد والصين تعود لأكثر من نصف قرن نتج عنها هذا الكيان الذي يجمع الصينيين، وقد جاءت الفيدرالية في وقت تشهد فيه العلاقات تطورا ملحوظا، وذلك بفضل قيادة البلدين، وتمنى لها عمل موفق في احترام قوانين البلدين. المناسبة حضرها ممثل الغرفة التجارية بتشاد وعدد من المسؤولين التشاديين الذين تربطهم مصالح من قريب أو بعيد بدولة الصين. التجمع يتخذ من الحي الأوروبي بالعاصمة إنجمينا مقرا له. افتتح تعصر اليوم وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني الجميلة بشرة الكاتبة اليوم الإخباري والبحث عن مؤشرات التنمية وعدم المساواة بين الجنسين في إفريقيا. جرت المناسبة بدار المرأة. تقرير آدم محمد شرف الدين. يجيء هذا الاجتماع بمناسبة اليوم الإخباري حول البحث عن مؤشرات التنمية وعدم المساواة بين الجنسين في إفريقيا المرحلة الرابعة في تشاد التي نظمتها وزارة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني بالتنسيق مع التجمعات النسائية العاملات ببعض الوزارات. وبهذا الخصوص رحبت رئيسة اللجنة التنظيمية للحضور على تلبيتهم للدعوة، مبينة بأن من خلال هذا الاجتماع يسمح للمشاركات أرض التقرير الوطني حول عدم المساواة بين الجنسين. بعد ذلك جاءت كلمة الافتتاح التي قدمتها وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني. أن مسألة مشاركة المرأة في التنمية بدأت في أفريقيا منذ الاستقلال. كل الدول أدمجت في برنامجها تقوية قدرات النساء من خلال عدة محاور، منها إدماج النساء والتطوير النسائي. المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هي من المواضيع المهمة الموجودة في كل المعاهدات الدولية، حيث أن أغلب الدول الإفريقية موقع عليها من ضمنها تشاد. وتطرقت الوزيرة أيضا إلى بعض التوصيات التي خرجت بها إحدى اللقاءات واجتماعات سابقة حول تحسين أوضاع المرأة. هذا فإن عدم المساواة بين الجنسين أدرجت منذ عام 2004 في قائمة اللجنة الاقتصادية الإفريقية لبرنامج التنمية للمساواة بين الجنسين في كل المجالات الثقافية منها والاقتصادية والسياسية. ترأس تعصر اليوم الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة مع الجمعية الوطنية مريم محمد نور حفل تسليم وتسلم بين المديرة العامة السابقة للمدرسة الوطنية منقار بسياني والجديد سنوسي حسن. تقرير لدى الزميل الحسين النور يوسف. الإدارة العامة للمدرسة الوطنية تشهد حفل التسليم والتسلم بين المدير السابق مادنغار بيسنابي والمدير الجديد سنوسي حسن عبد الله. كانت المناسبة بحضور الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية مريم محمد نور وعدد من خريجي المدرسة والعاملين بها. بدأت المناسبة بخطاب الأمينة العامة للحكومة مريم محمد نور، والتي أكدت بأن السلطات العليا بالبلاد تولي اهتماما كبيرا في تكوين الكوادر البشرية من عجل مستقبل البلاد، وأن المدرسة الوطنية للإدارة لها إسهام كبير في تعزيز الإدارة العامة. وأضافت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية أن السياسة الحالية التي انتهجتها البلاد في الجمهورية الرابعة تنتظر من المدرسة الوطنية للإدارة الكثير، كما أشادت بالدور الفعال الذي قام به المدير السابق للمدرسة طالبة من المدير الجديد العمل وفق هذا النهج. المدير السابق للمدرسة الوطنية للإدارة مادنغار مايسنابي قال منذ عام 2015 حتى اللحظة لم تواجه المدرسة أي أراقل في التدريب والتكوين المهني، وهذا يرجع إلى الهمة العالية التي قام بها الفريق العامل، لذا طلب منهم مواصلة العمل مع المدير الجديد بنفس النهج. من ناحيته المدير الجديد للمدرسة الوطنية للإدارة سنوسي حسن عبد الله شكر السلطات العليا بالبلاد على تكليفه هذا المنصب، طالبا من العاملين بالمدرسة مساعدته من عجل تنفيذ المهمة الموكلة إليهم. وفي نهاية المناسبة تم التوقيع على محضر التسليم والتسلم بين المدير السابق للمدرسة الوطنية للإدارة مايدنغار مايسنابي والجديد سنوسي حسن عبد الله بحضور الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية مريم محمد نور.
ترأس صباح اليوم وزير العدل وحقوق الإنسان جمعة عربي افتتاح أعمال الجلسة الجنائية الأولى لعام 2017 و2018، وحضر الجلسة رئيس المحكمة العليا للعدل سعيد سمير آدم النور. تفاصيل خليل حسن. بحضور وزير العدل وحقوق الإنسان جمعة عربي ورئيس المحكمة العليا سمير آدم النور، افتتحت أعمال الجلسة الجنائية الأولى لعام 2017-2018. وبعد قراءة محضر الجلسة، قدم مدعي الجمهورية خطابا مطولا قال فيه إنه برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، إلا أن الحكومة عملت على تنظيم الجلسة بمعدل مرتين في العام إذا ما اكتمل عدد الجنات. وقد سجلت المحكمة 40 قضية، وهذا العدد هام جدا لعقد الجلسة الجنائية، إلا أنه منذ العام المنصرم لم تستطع المحكمة تنظيم الجلسة بسبب أو بآخر. وأضاف مختار عبد الحكيم دتم بأن هناك قضايا متباينة من حالات القتل والاغتصاب والاحتجاز القسري والمؤامرات الإرهابية وحالة من حركات التمرد تم تسجيلها هذا العام. وبعد الافتتاح الرسمي لأعمال الجلسة، رفعت الجلسة من قبل قاضي المحكمة، وذلك لغياب المحامين بسبب الإضراب، إلى أن تستأنف الجلسة في قادم الأيام بعد رفع الإضراب بحسب قاضي المحكمة يانا تيموتي. قام صباح اليوم وزير ترقية الشباب والرياضة محمد نصر عبد الله بجولة إلى عدد من الملاعب الرياضية بهدف تفقد أحوالها. تفاصيل لدى زميل عباس أبكر. ملعب إدريس محمد أويا هو المحطة الأولى للزيارة التفقدية لوزير ترقية الشباب والرياضة محمد نصر عبدالله مع المسؤولين الرياضيين والفنيين لمعرفة أحواله وتفقد مختلف الإدارات الرياضية بالملعب. كما استمع الوزير إلى مختلف الشروحات من قبل المسؤولين، إلا أنه قد لاحظ الوزير بأن المضمار تعرض للتشققات، كما واصل تفقده قسم الفرعي لملعب كرة اليد وكرة الطائرة بملعب إدريس محمد أويا لنفس الغرض. ومن ثم عرج وزير ترقية الشباب والرياضة نحو العرض المخصص لإقامة ملعب رياضي بقرية منجفة في قادم الأيام، وتقدر مساحة الملعب بـ 32.40 هكتار مربع. وفي طريق العودة توقف وزير الرياضة بملعبي باري كونغو وديجيل شرق اللذان لم يختلف حالهما عن بقية الملاعب كغياب المرافق الإدارية وانقطاع التيار الكهربائي. وبعد تفقد الوزير مختلف الجوانب الفنية، إلا أنه قد لاحظ أن كلا الملعبين يفتقران إلى المقومات الأساسية للملاعب الرياضية. والمحطة الأخيرة للزيارة التفقدية لوزير ترقية الشباب والرياضة هو ملعب فرشة الذي كان خاليا من المقاومات الرياضية. تكون عندنا مشاكل كثير في مدرسة موعية وخلوا طلع مرة يعني ده بدور خدمة جد، وشفناه في منجفة كمان يعني شفنا أرضية ما نرمى شفنا يستغل باريكونغو ده عنده غازون هذا كويس، لكن برضو بدور أشياء كثير ما عنده نار ما عنده علمة، وتسلك رياضة بدون علم بدون نار ما ممكن فرشة كمان يعني وده يابس شيء ما لقيناه، ولكن الجرادة والشنود اللي مبني لكن بدون أشياء كتير جدا. هذه الزيارة تعطي دفعة قوية في إعادة إصلاح بعض الملاعب الرياضية ومحاولة ترميم وإصلاح الملاعب التي ما زالت في قيد التنفيذ. وفي ذات السياق، قدم يوم أمس رئيس اللجنة الأولمبية للرياضة التعدية أبكر جرمة حديثا صحفيا تحدث فيه عن تنظيم استعدادات 30 من الشباب الرياضيين. نتابع ما جاء في حديثه بميكروفون آدم حسن مكاوي. عذرا لهذا الخبر لم يجهز بعد. قام مؤخرا حاكم إقليم جيراه محمد علي حسب الله بجولة توعوية لمختلف المناطق التابعة للإقليم، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين بالمنطقة. تفاصيل لدى زميل الحسين عنور يوسف. مقاطعة نيرجي التي تبعد بحوالي 30 كيلومتر عن شمال شرق مدينة مونغو
هي كانت المحطة الأولى للجولة التوعوية التي قام بها حاكم إقليم جيرا محمد علي حسب الله، وتحدث جولة حاكم الإقليم إلى توعية أهالي تلك القرى بضرورة الوحدة والتعايش السلمي وكذا الحفاظ على البيئة وفق متطلبات السياسة الحالية للجمهورية الرابعة. كما حث الحاكم في الوقت ذاته الشيوخ التقليديين إلى تفعيل دورهم وتوسيع دائرة نشاطهم وفق متطلبات السياسة الحالية للجمهورية الرابعة. كما أشار الحاكم حسب الله بأن ظاهرة تسلل الشباب إلى دولة ليبيا التي شهدها الإقليم في الآونة الأخيرة هي شيء يمنعه القانون، لذا دعا الجميع إلى محاربة هذه الظاهرة. ونفس الرسالة نقلها حاكم إقليم جيرا محمد علي حسب الله إلى أهالي مقاطعة بارو، مضيفا في رسالته إلى أهمية تعليم البنات وكذا ضرورة العودة إلى الزراعة من أجل تنمية الإقليم. هذا ومن المؤكد بأن هذه الجولة التوعوية التي قام بها حاكم الإقليم محمد علي حسب الله ستساهم في نشر الوعي وثقافة السلام لأهالي تلك المناطق. وأيضا في الأقاليم فإن مدينة آتيا كغيرها من المدن تشهد استعدادا في كافة المجالات لاستقبال عيد الفطر المبارك. تفاصيل محمد طاهر جبران الحر. شارف الشهر الفضيل رمضان على الانتهاء، ومظاهر استقبال عيد الفطر المبارك على أشدها هنا في مدينة آتيا البطحة كغيرها من مدن البلاد. لما لا، وإن الاحتفال بالعيد مع الأهل والأقارب والأصدقاء ينبغي التحضير له وتهيئة الأجواء طلبا للبهجة والسرور. جولة بالسوق الحديث لمدينة آتيا وكذا السوق القديم بيّنت لنا مدى إقبال العائلات على التجهيز، فالدكاكين تشهد رواجا كبيرا لشراء مقتنيات العيد مثل الملابس والحلويات والبخور والعطور والإكسسوارات، إضافة إلى الأواني المنزلية. بضاعة قاعدة رخيصة وزول كي بقدر بيجي ولا بقدر بشيء ما عندك ريال، والتجار هسه ما بدينه عشان العظمة دي الاقتصادية دي بقت عامة، الزول بضاعة قاعدة قدامه ما يقدر يدينه وما بلقى زول بيشتريها منه. وبما أن بهجة العيد لا تكتمل إلا بارتداء ثوب جديد، فإن ورش الخياطة في آتيا تكاد تعمل بمعدل 24 ساعة في اليوم بحسب الخياطين، فإن إقبال السكان على تحضير ملابس العيد ازدادت وتيرتها هذه الأيام رغم الظروف الاقتصادية الصعبة المعاشة. سندة قيادة قيادنا ومشانا مع الزباين من الكريز ده، تعرف ان السنة ده يعني عم الناس كله، ولكن الحمد لله مشان العالم كله. كما تشمل الاستعدادات تحضير أشهى أنواع الحلويات، فهنا مثلا في حي برنوح يبذل العاملون مجهودا جبارا في إعداد كل أصناف الكعك والبسكويت التي يقبل عليها الناس في أيام العيد. صاحبة المحل الجدة تنبوك تقول إنها ظلت تعمل في هذه المهنة منذ 30 عاما. نسي كعك، بسكويت، خريبة وخبزة ومطة، عندي أمال بخدم معانا، عندي 5 مرة، عندي 3 أولاد. كما أن صالونات الحلاقة بمدينة آتيا أصبحت قبلة العديد من المواطنين. هذا الصالون مثلا الواقع بحي جلابة يتسابق صاحبه آدم عبد الله مع الزمن لتجميل زبائنه. ونظرا لهذا الحراك وهذه الأجواء، فإنه يمكن القول أن العيد في مدينة آتيا سيكون جميلا. ونبقى دائما في الأقاليم، حيث قام مؤخرا مدير المحطة الإقليمية عبد السلام محمد بزيارة تفقدية إلى محطة أنجرس بإقليم إنيدي الشرق، وذلك بهدف معرفة الصعوبات. تقرير زينب أحمد. حرصا منه على سير عملية المحطات الإقليمية التابعة للراديو والتلفزيون، ومواصلة منه على زيارته الميدانية المختلفة لمحطات الأقاليم، فقد توقف مدير المحطات الإقليمية عبد السلام محمد عبد الرحمن حجار في مدينة مجرس حاجرة إقليم إنيدي شرق. خلال تواجده في المدينة فقد اجتمع بمدير الإذاعة إيسا أزرق، وكان ذلك برفق مجموعة من الفنيين لتفقد الجوانب العالقة بمعدات وأدوات البث والتي تفتقر إلى مراجعة والتنظيف على حد
برد قول المدير بأن المعدات لن تشهد عملية مراجعة منذ عام 2016 حتى اليوم، مما أدى إلى ضعف مستوى التردد والإرسال. هنا تكنيكسين هنا شافوا الهيمتر وليجوا أنومالي كتير وأنومالي كلها عدلنا، واليوم إن شاء الله هذا راشية عم جرس وحواليها يسكى NDS كلها عن FM BFM راديو ناسيونال ناس يسموها طويلة. أول ما يسموها حوالي 10 ولا 20 كيلو، هسه جينا خطينا عشان ناس يسموها حوالي 120-140. نذكر أنه بعد زيارته للمحطات الإقليمية عمل على الفور بإصلاح هذه المعدات، حيث ارتفع مستوى التردد من 100 إلى 800. مشاهدينا الأعزاء، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، وشكرا لحسن المتابعة.